أحبائي بونجور. الملائكة من هم وكيف بتصل معهم؟ كيف بشتغل معهم؟ أكيد رح أحكي بشكل مختصر بس حتى نفهم الموضوع. أكيد مش رح أذكر كل الملائكة. هذا السؤال انسألته من زمان كتير وحان الوقت إني أجاوبكم عليه. لبلش الموضوع، الملائكة اللي نحنا مثل ما نحنا نفكر فيهم بنشوفهم شكل شخص وعنده جوانح ولابس حامل سيف وترس وأشياء وأشكال وألوان. إذا نحنا عم نشخصهم مثل ما الله الإله عم نشخصه، بدنا نشوفه زلمة لنقدر نستوعبه بهيدا الدماغ. لكن خلينا نبلش نشوف صفاتهم شوي للملائكة لنفهم كيف انه نحنا كلنا سوا واحد، نسيج واحد. علما انه بس تقول اني هالمعلومات مني بس هيك بحثي عنها، انا بشتغل بالكوتشنج عندي بالجلسات، بعمل جلسات الملائكة وهي نوع جلسة كتير حلوة كتير قوية طويلة شوي، بس بتعطي نعمة كتير كبيرة للأشخاص اللي بيشتغلها معهم. وإذا العين التالتة مفتوحة بتعطي رؤيات قوية كتير، حتى أنا بعملها على حالي كل فترة. والشخص اللي بيعمل هالنوع من الشي بده يكون هو قناة جدا جدا قوية، منذكر الانتينات. انتينات بدها تكون مفتوحة، بتتذكروا من زمان كيف حكيت بالفيديو انتيناتنا بدنا نرجع نشغلهم. إذا خليني بلش أحكي بشكل مختصر جدا. هن إذا بدكن بأقطاب الأرض، يعني شمال جنوب شرق غرب، البيسي بوجهي عم تلهيني نياو. سو أوكي، إذا بدنا نتخيل نحن حالنا كوانتوم في الآن، نبلش ملاك جدا مهم هو يوريال. هو إذا بدكن مسؤول عن التجذير. شوفوا صفاتهم: التجذير grounding light النور، الخلق creativity القدرة على الخلق، وإذا بدكن المنتال بالانس التوازن العقلي. التوازن العقلي هودي نعم من عند الخالق، شوفوا الهبات الموجودين. بيرجع عندي الملك ميخائيل. يوريال ممكن أعطيه لون، فيني أعطيهم ألوان أو فيني شوفهم في اللون الأبيض، لأنه الأبيض فيه كل الألوان إذا بدكم، وهي طاقة جدا نقية. أصلا مع اللون بيجي تردد ذبذبات معينة. سو إذا قلنا يوريال هو grounding تجذير، يعني عم نحكي على الأرض، هو أحمر أو فيني أشعه أبيض ذهبي. نجي على ملك ميخائيل، لون الأزرق أوكي، أو فيني أشعه اللون الأبيض الألماظي الذهبي. هو إذا بدكن الإيمان، يعطينا نعمة، يعطي نعمة الإيمان، الحماية، الحماية والقوة. أوكي، إذا عندما أطلب أنا نعمة الإيمان والحماية والقوة، أنا عم بتواصل مع الملك ميخائيل. ورافائيل، رافائيل هو اللون الأخضر، أو فيني نرجع اللون الأبيض إشعه على ذهبي، هو الشفاء والفرح والمحبة. بس تبقوا مش بس رافائيل مسؤول عن الشفاء. شفاء بده يكون على المستوى العقلي، شفاء بده يكون على مستوى التجذير، على المستوى الخلق، كله مربوط ببعضه. جابرييل بنشوفه هو لون الفضي الأبيض إذا بدكم، وهو النعم اللي بيعطيها هي الحكمة، guidance يعني الإرشاد، و emotional balance يعني التوازن العاطفي. طيب إذا لاحظتوا كيف عم بعطي صفاتهم، وأكيد أنا ذاكرة من قبل بالشعل البنفسجي زاتكيل، زاتكيل يلي هي الشعل البنفسجي يلي هي للتنظيف، وأكيد في غيرهم وغيرهم، وفي مستويات وليفلز وكائنات نور إلى ما بتخلص الخبرية. بس أنا عم باخد هالنموذج الصغير كتير مصغر تشوف إنه كيف في attributes. إذا
أنا هودي لما قلت لكم هني هلأ شو بيّنوا معنا؟ هني صفات، صفات نعم معينة. إذا ليسم شخص، هني إذا بدنا نشرح هني consciousness، هي consciousness، هي كلمة consciousness مش موجودة بالعربي، هي طاقة إنرجي موجودة، وجود معين تحمل ميزات معينة. So الخالق أهدانا هذه النعم، وإذا بشوفن أنا هالأتريبيوتس هالصفات الموجودة فيهم، إذا بفهم أنه هني صفات، صفات من الخالق، منظمين مجزئين، وبفهم الأكثر من هيك أنه هني جزء منا. فإذا أنا كنت بحالة الخلق، إذا أنا مين عم بستعمل؟ كرياتيفيتي يوريال. إذا أنا في حالة إذا بدكن الإيمان أصلي، أنا عم أتصل بطاقة جابرييل البروتكشن القوة. إذا أنا في حالة الحكمة عم باخد هالنعمة، إذا بتفسرها مثل عندكن ولد صغير، نحن الأولاد الصغار اللي جينا نلعب هاللعبة على الأرض، ولد صغير عطيته ورق وقلام تلوين و وبنتور وبازل واشياء ليجو ليقعد يفبرك ويركب اشياء. اذا نحن ما عم نخلق من مشي، كل شيء نستعمله، كل فكره، كل احساس، الايموشنال بالانس والتوازن كله كله عم ناخده من نعم الخالق. الخالق عطينا نعم كتير 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 نستعمل منها، وبالتالي هي جزء منا، ونحن هن فينا ونحن فيهم، لا فصل. وأنا كل ما تكون عاملة تنظيف وشغلة على حالي، كل ما أنا قناياتي منفتحة، كل ما أنا الأنطنات التواصل قوية، أتصل بالروح وأتصل بالخالق وأتصل بكل النعم اللي عطيني إياها الخالق، بيصير فيني استعملها. هلأ أنتو كشخص مش متمرن على أنه منا شغلتو الكوتشينج أو شيء، انتو كيف تطلبوا، كيف تتصلوا فيهم؟ مثل ما انا بطلب ان اتصل بالخالق واستسلم للخالق، اتصل بروح واستسلم، كمان فيني اطلب اني مثلا نعمة الحماية من الملك ميخائيل، بطلب لما انا بصلي مثل ما بدكم تصلوا او بتطلبوا، انا اطلب الحماية، انا اطلب الفرح من رافائيل. بس ما نذكر انه ما بدنا نكبر هودي الملائكة أكثر من الخالق، لأنه الأساس الخالق عطى كل هالعطاء هيدا ليوزعه لنستعمله، إذن لحتى ما يصيروا هم الآلهة. لننتبه، إذن كله من الخالق وهني جزء منا، وأنا فيني لون الأخضر وفيني لون الأزرق وفيني لون البنفسجي وفيني كل الألوان، لنرجع نوصل على لون الأبيض يلي هو مزيج كل الألوان يلي هو المصدر وهو الخالق. إذن هيدا شوي بمختصر من هم الملائكة. هن بكل بساطة جزء منكن، مش ناطر إلا تفعيلكن. وهون بذكر كوننا عم نحكي عن الملائكة وعن جلسة الملائكة، نحن عم نمرق بمرحلة كتير مهمة، والتنظيف هو جدا مهم وكتير مهم بهيك حالات اني اعمل كوتشينج مع حدا. بعرف انه في كتير ناس، في جزء كبير نحن ما نعمله لحالنا، بس بمطرح نحتاج الى مساعدة خارجية، ما بده يستحي الواحد ينشغل عليه من برا، ينشغل عليه من برا. مثل واحد اذا كسر اجره بده فيزيوثيرابيوت يجي يعمل له التمارين لحتى مثلا يرجع يعمل له اعادة تأهيل. وما نستحي من الموضوع. يعني انا سنين وسنين اشتغلت علاجات، يعني اعمل على حالي، اخد جلسات على حالي وادرس ورجعت وطبق على غيري لتفتحت عندي القنوات، لانه مسؤولية كتير كبيرة. اذا اتصل واحد بالطاقات الغلط ممكن يصير في عنده هجوم طاقي، هي مسؤولية كبيرة جدا. اذا لما بقلكن انا انتو وانتو انا ونحن كلنا واحد، فعلا هو كذلك. وحسيت هلا انا وهيك بالهام، حسيت مثل كانه الخالق عم بيضحك بفرح ومحبه، انه ايه
عقبال ما تستيقظ العالم وتوعى، ورح يجي يوم الناس رح تقشع شيء بوضوح، رح تحسه بوضوح. إذا وأنا بحبكم كتير، بتمنى هالحلقة تكون شوي بتلخيص بسيط، فسرت شوي عن الملائكة كائنات النور، أو إذا بدكن حتى المناد اللي أنا بتصل فيها يلي هي الأجزاء تبعولتي المرتفعة، اللي ما عم بيعرف شو عم بحكي يرجع للحلقات الأول. في أشخاص عم يرجعوا على الحلقات القديمة يرجعوا يحضرون، صحيح أنا سجلتهم من قبل. لاحظوا أحبائي، أنا ما بطلع بربر شو عم بيصير وكيف عم بيصير كل الوقت، لا بطلع قليل، وفي ناس عم تطلب مني أنا أطلع أكتر، لكن هوديك سجلتهم مراجع لنرجع لهم، لأنه بس نرجع لهم نفهمهم بعمق أكتر، لأنه عم تنفتح القنوات عنا. إذن محبة لألكن كبيرة، ونعود إلى وعي الوحدة بإذن الخالق. كل الحب لألكن سوا، لألكن كلكن. باي.